اقول خايسه اسلم الخايس. اسمعوا يا شباب إيه؟ ترى الصدقه جميله جدا، انك انت تتصدق تقدم سواء مبلغ كبير او مبلغ صغير، ترى بحد ذاته الشيء اللي انت قاعد تسويه يشرح صدرك، غير انك قاعد تصدق الناس. يا اخوي في ناس يا اخوي ما عندهم لبس، في ناس يا اخوي ما عنده قوت يومه، قوت يومه ما عنده. انت الله مقتدر عليك، امورك اللي بوها طيبه، تقدر ان في طلعاتنا تمشي لو راح تمشي تصرف 500 600 700 1000 عادي بلا مبالاه، لان اللهم لك الحمد الله مغنيك سبحان. شفت؟ بس فيه ناس والله وبالله يا شباب ان الخبزه انا اشوفهم في الشارع قسما بالله انه يوجعني خاطري، قسما بالله تلقاه يفتش في اكياس الزباله الله يكرمكم، لاجل انه يلقى له خبزه او يلقى له شيء ياكله. اعوذ بالله، وصلنا للدرجه هذه انك تشوف اخوك ولا اختك محتاجين. يا اخوي كم واحده ارمله؟ كم واحده مطلقه؟ كم واحده محتاجه؟ كم واحده عندها عيالها اخوها مات وابوها مات، ما عندها احد من يصرف عليها، ما عندها سند. انا سندها، اذا ما صرت انت سندها من ترجي فيها؟ من ترجي؟ هي ما ترجي الا الله سبحانه وترجيك، هي ما ترجي الا الله سبحانه وترجيك. لا تقصر عليه اخو، عط بادر بالعطاء. وترى في ناس عندهم عزه نفس خالص، اي والله في ناس والله ما يطلبون، في ناس قسما بالله العلي العظيم لا كان يشرب المويه اللي طايحه في الشارع لها اسبوع ولا يقدر يطلب ولا بس انه ما يقدر يجيك. هذه وش غريزه من الله؟ عزه نفس فيه ما يقدر يطلب. ف قسما بالله مو قتل مولودك ابو محمد، بس بلبس بعد اذنك. خذ راحتك. قسما بالله العلي العظيم انك تصدق والله العلي صعد الكاميرا تلقاها في حياتك، تلقاها في حياتك، تلقاها في دنياك، تلقاها عند اخرتك. انت رجع تدفع لاخرتك، انما انا معصومين على الخطا، ما في بني ادم على وجه الحياه معصوم على الخطا ابدا. اللي يقول انا معصوم على الخطا، انا معليش يا شبابيه بقول انت تكذب، ما في انسان معصوم على الخطا يا اخوي. اننا نخطي. بتقول كلمة تزل فيها، أشياء تسويها ما ترضي الله، لازم إنك أنت خطيت، حاول إنك قاعد تسوي شيء لآخرتك. يا أخوي لقيت أحد محتاج تقدر تعطيه وأنت مقتدر عطه، قسما بالله العلي العظيم يا المال اللي معاك هذا رايح رايح، سواء في مشروع، سواء في طلعات وجيات، سواء في أي شيء كان. حلو، حاول انك تدفع من المال اللي يجيك شيء لاخرتك، شيء لحطوك في القبر وجوك الملائكه وواجهت ربي سبحانه وتعالى، الا عندك شيء لاخرتك، انت مقدم شيء لاخرتك. فانا ما بي اطول الحديث، انا ما بي اطول الحديث عليكم. فرسالتي قسما بالله العلي العظيم، ترى الصدقه فيها سعادة جدا جدا جدا. حاول انك تتصدق، اذا ما تقدر تتصدق بادر بالنشر. يا اخي والله ما راح تخسر شيء، والله العلي العظيم بدل ما تنزل لك مقطع مضحك بدون اي شيء، يا اخي نزل شيء يا اخي يستفيدون منه ناس من وراك، يستفيدون منه ناس من وراك. بلقطع مارودك يا خالد نفس الوقف هذا، والله العظيم انه فرصة بالعمر. ليش؟ نعم. اول شيء بدال الأجر أجرين، ترى في مكة بدال الأجر أجرين، واعرف إن لآخرتك يعني سواء مثلا صدقت عن نفسك أو عن والدينك أو عن أي أحد، اعرف إنها جاري هالأجر هذا. طيب عيشوا مع الشعور يا شباب، إنك أنت قاعد تدفع فلوس، قاعد تصدق، سواء نشر، سواء دفعت ريال، سواء دفعت 250,000، سواء دفعت أنت 400، على شيء اللي أنت تقدر عليه، على المبلغ اللي أنت تقدر. تخيل يا شباب ان فيه اسر محتاجه الحين، قاعد تنتظر منا ان ندعمهم وندعم هذا الوقف. لاحظوا يا شباب ان انت عش الصوره هذه، تدعم هذا الوقف
وانت قاعد تدعم من عندك، وعبد الله ينشر من عنده، وموسى يتصدق من عنده، وسعود يبادر من عنده، نصير يد واحدة، نتعاون نتعاون نتعاون. بكرة أكتمل المبنى، أكتمل المبنى طال عمرك. جو الناس المحتاجة سكنوا، ناموا، ارتاحوا، لقوا شيء يضمهم. توفرت الخدمات كلها. توفرت الخدمات، لقوا شيء يضمهم. والله العظيم في الشارع أن تلقاهم، اللي تحت الشدار، اللي عند الإشارة، ترى شيء. الرجال اللي فيه غيرة ترى شيء يوجع. أما الرجال اللي بلا إحساس، اللي بلا إحساس بلا إحساس، سواء لا في صدقة ولا في موضوع ولا، اللي بلا إحساس يعني هذا إنسان ما نقدر نقول عنه شيء. هك اليوم أسولف، هذا ما نقدر نقول عنه شيء. هك اليوم هذا ما في طب. هك اليوم أسولف أنا وخالد، يوم أقول تخيل إن شاء الله بعد البرنامج بفترة لا رحنا مكة ونشوف المبنى اللي اكتمل على شارعنا. والله والله سعود، سعود قال لي ذا الكلام، إنك إنت تحت الهواء. قال ميدي تخيل خالد عقب ما نخلص من البرنامج إن نروح مكة، عقب ما نخلص وإن راجعين نشوف المبنى اللي أنا وإنت والربع كلنا وخواتنا والشباب كل أبوهم ساهموا في ذا المبنى في رمضان. يعني شف انت قمة الفرحة انك انت ساهمت للناس كانوا ما عندهم اي شيء ياكلونه، ترى شيء عظيم يا رب. يعني انت 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 الله يعني مقتدر عليك وبخير وستين نعمة، ما جربت هذا الشيء. بس لو تحط نفسك في هذا الموقف، امانة يا شباب، لو تحط نفسك في هذا الموقف ترضى هذا الشيء عليك؟ ترضى هذا الشيء على اختك؟ ترضى هذا الشيء على امك؟ ما راح ترضاه اي والله ابدا. ترى في ناس ترى عندهم الله خالقهم، ترى انك لبون عيال 9 شهور، انك لبون عيال 9 شهور. فالله يعني خلق ناس اغنياء، ناس فقراء، ناس متوسطين، درجات الناس درجات. فلذلك انا ما بيطول حديث عليكم، في ذا ما تقدر تتصدق بادر بالنشر، ترى قسما بالله العلي العظيم، قسما ابشر، قسما بالله العلي العظيم يا شباب، انك انت انا يا خالد اسولف معكم وقاعد انصح يمينا بالله يا شباب، ما ادري انا بكره اكون معاكم هنا او ممكنكم مصلين علي لاني الواحد ما يدري متى المنية تجي. بعيد اشتر ان شاء الله. حاول انك تسوي شيء. جزاك الله خير. الله يطول عمرك. حاول انك تسوي شيء يسعد. الله يطول عمرك. الله يطول عمركم. وهذا الختام ولا بيطول. احمد قال نجيبها بفكره مختلفه او بشكل مختلف. طبعا ايه طبعا.